بالتلاتة يا حبيبي بالتلاتة. النادي الاهلي بيفوز على اسوان وقطار الاهلي بيدوس على تماسيح النيل بتلات اهداف نظيفة النهاردة في الشوط واحد. الشوط الاول اللي كان فيه الشغل كله في تلات جوال، في جول رابع ملغي للنادي الاهلي، في ضرب الجزاء تألق وتعملق فيها الشناوي اللي لازم يتقلوا شابوه زي ما بنقطع فيه لما بيغلط، وهقولك ارقام مهمة جدا للشناوي النهاردة، وهقولك كلام مهم قوي على اكتر من لاعب في النادي الاهلي، نقيم اللعيبه مين الافضل ومين الاسوأ. مستني تقييمكم انتوا في الكومنتات، قول لي مين افضل لاعب ومين اسوأ لاعب، وتقييم مارسيل كولر تديله كام من عشرة اللي لسه لحد دلوقتي ما تلقاش ولا هزيمه في الدوري. اللهم لا حسد نمسك الخشب كده. النادي الاهلي اللي الساعه 3 العصر ما بيهموش قال لهم احنا بتوع العصر، خسرنا الماتش اللي فات من الهلال السوداني، فقال لك الاهلي الصبح ما بيعرفش يلعب، الاهلي قدام الهلال خسر وهيخسر قدام اسوان اللي بيلعبنا الساعه 3 الا ربع، وقلنا لهم تعالوا دب 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 بتلعبني الساعة 3، طب خد 3 على طول. وتماسيح النيل النهارده بيفرفروا قدام ضغط النادي الاهلي العالي اللي كان من اول المباراة، مباراة كلها استفادات، مباراة لما تيجي تبص فيها 3 نقاط في الدوري مهمين وغاليين جدا، لما تيجي تبص كمان ان انت فزت بعد سلسلة هزايم 3 هزايم ورا بعض ما كانش ينفع نقع النهارده، عندنا ضغط ماتشات كبير جدا داخلين عليه، متصدر الدوري لكن في ضغط ماتشات، في ماتشات هتبقى مؤجلة، حاجة جدا، فمهم جدا ان يكون تكسب وكنت افوز النهارده. بريح لعيبه كتير قوي من لعيبتي، هنتكلم في تفاصيل كتير قوي، مستني كومنتاتكم مين الافضل ومين الاسوأ النهارده، واي سؤال عندك قوله لي في الكومنتات هجاوبك عليه في الحلقه الجايه باذن الله. ما تنساش كمان تخبط لايك للفيديو، شير على قد ما تقدر، اشترك في قناتي على اليوتيوب وفعل الجرس وفولو صفحتي على الفيس عشان يجي لك كل جديد، ويلا بينا نبدا. كور العالية القاضي يا مونكون، شاط الجول الجول، القاضي يا مونكون، القاضي يا النادي الاهلي زي القطر في الدوري بيدوس على اسوان. خلي بالك في فريق تاني لما راح يلعب اسوان كان زي القطر برضه، بس قطر اسوان اللي ملى جماهيره فيه كده وراحوا ورجعوا معيطين بعد ما تماسيح النيل كسبوهم 2-1، بنتكلم على الزمالك طبعا اللي خسر من اسوان 2-1. لو مش عارف تكسب اسوان تعال لي وانا اعلمك. النهارده الاهلي بيكسب اسوان 3-0 من غير ولا اتوبيسات ولا قطوره، ما بنصفرش جماهير احنا لان جماهير النادي الاهلي في اسوان تملى الدنيا وفي اي حته في مصر. شفنا جمهور النادي الاهلي وهو مقفل المدرج النهارده والعدد بتاعه مكتمل، وشفنا جماهير اسوان الطيبه الجميله، مباراه كانت جميله جدا، خلصت من الشوط الاول لصالح النادي الاهلي. خلينا اكلمك الاول عن جدول الدوري، بعد كده نتكلم عن التشكيل وعن مارسيل كولر عمل ايه وريح كام لاعب. النهارده النادي الاهلي خلاص في المركز الاول متصدر بفرق نقاط، واحنا بقى لنا ماتشين. الاهلي لعب كام ماتش ركز معايا؟ 16 مباراه مع 40 نقطه، ما خسرش في ولا مباراه الحمد الحمد لله، كسبانين 12 ماتش، متعادلين 4 ماتشات، ما خسرتش ولا مباراة، معايا 40 نقطة متصدر الدوري. يجي في المركز الثاني بعديه على طول بيراميدز وفيوتشر، الاثنين متساويين في النقاط، كل واحد فيهم 37 نقطة بس من 18 ماتش، هما من 18 ماتش، النادي الأهلي من 16 ماتش لسه باقي لي ماتشين وسابقهم بثلاث نقط، يعني هسبقهم بتسع نقط لو كسبت الماتشين دول. يجي من بعديهم في المركز الرابع، لا مش الزمالك، مش الزمالك ما تستناش. يجي الاتحاد السكندري اللي لعب 19 مباراة مع 33 نقطة، بعد كده الزمالك أخيرا وصل يا جماعة في المركز الخامس مع 32 نقطة من 18 مباراة، وبعدين المقاولين من 17، يعني بينه وبين الزمالك ماتش، المقاولين من 17 مع 31 نقطة، فرق نقطة بينه وبين الزمالك، يعني الماتش المتأجل ده لو كسبه يعدي الزمالك كمان، تلاقي الزمالك في المركز السادس في المنطقة الدافئة بس بعيد كده عن مراكز الهبوط. الحمد لله إن الزمالك مش هيهبط الموسم ده، في المنطقة الدافئة صعب إن هو ينزل وإن هو يهبط، مطمنين عليه، لكن وارد جدا ولا يلعب افريقيا ولا كونفدراليه السنه الجايه، ومصلحه يا عم اهو تريحوا من حصلت المجموعه اللي بتروحوا تعملوها كل سنه، تاخدوا في المجموعه 6 ماتشات ما تعرفوش تكسبوا في ولا مباراه تطلع حصاله، اهو تريح جماهيرك من الصداع ومن التحفيل ده وما تروحش افريقيا اساسا. ده كده بالنسبه لجدول الدوري. خلينا نتكلم بقى عن تشكيل النادي الاهلي اللي بدا من اول لقاء. الاهلي النهارده بيلعب 4-2-3-1 مش 4-3-3، بيريح اكتر من لاعب، بيريح هاني النهارده، بيريح علي معلول، بيريح
يا حمدي فتحي. علي معلول وحمدي فتحي الاثنين بره الدكه اساسا، ومحمد هاني كان موجود على الدكه بس ما نزلش. تريح كمان اليو ديانجو، بتريح محمد عبد المنعم، وبتخرجهم في الشوط الثاني بعد ما تتقدم في الشوط الاول 3-0 وتموت المباراه عشان تريح اكتر من لاعب النهارده، وده كان حاجه مهمه جدا وحاجه ايجابيه جدا للنادي الاهلي. بتلعب النهارده باكتر من لاعب اللي كانوا بعيد عن الصوره، محمود كهربا بيبدا من اول اللقاء، الفولت العالي يا جدعان اللي بيسجل لي جولين النهارده، جول بيتحسب وجول بيتلغي بسبب الاوفسايد، ومش عليه اوفسايد على اللي عمل له الاسيست على محمد مجدي قفشه، لكن اوفسايد صحيح من اول المباراه. بدانا من اول الماتش ضغط عالي جدا، ضغط عالي من منطقه نادي اسوان، ايمن الرمادي فرفر مننا، مدرب محترم جدا بيلعب كره نظيفه مع اسوان، لكن الضغط العالي اللي اتعمل عليه من النادي الاهلي خنقه وما قدرش يطلع من نص ملعبه، غلطات كتير من دفاع اسوان بسبب ضغط لعيبه النادي الاهلي. النهارده كنا نازلين مصممين ان احنا نكسب، بنسجل جول على طول في الدقيقه 10 لكن بيتلغي بسبب الاوفسايد، واوفسايد صحيح فعلا على محمد مجدي قفشه قبل ما يعمل الاسيست، لكن على طول بندق على الحديد وهو سخن، شوطه من ديانج على شوطه من قفشه على راسيه من احمد عبد القادر من جوه السكس يارد، كانت لازم تكون جول لكن بيمسكها الجول. وفي الدقيقه 34 الهدف الاول لمحمود كهربا راسيه، يا جماعه مين فاكر ان محمود كهربا سجل بدماغه قبل كده؟ محمود كهربا في الالعاب الهوائيه مش احسن حاجه، هو ممتاز جدا على الارض بيمينه وبشماله، لكن راسيات كمان بيطورها كهربا، ويسجل النهارده من اسيست لحسين الشحات مستر اسيست اللي بيعمل 3 اسيستات، اسيست اول لكهربا يسجل منها الجول الاول، بعديها على طول بنسجل الجول الثاني عن طريق احمد عبد القادر اللي ضم جوه ال 18، لعب قاله كهربا ثبت، قلنا هيتاخر وهيرقص وكده، راح شايط على طول قال لها روحي، راحت الكره في الجول. هو ده عبد القادر، العب ايجابي على الجول، شوط على الجول، باصل زمايلك، مش كل كوره لازم احطها تحت رجليا واقعد ارقص في واحده والثانيه، لكن على طول الحكم بيتدخل ويدي ضربه جزاء على الاهلي، كان ممكن تقلب الماتش جدا. لكن يا جماعه معلش وقفوني هنا بقى لحظه، محمد الشناوي يا جماعه زي ما بنقطع فيه لما بيغلط وغلط الماتش اللي فات فعلا، لازم لما يجيد اشيب بيه واقول له شابوه يا شناوي. الشناوي لما النهارده بيصد لي ضربه جزاء قدام اسوان حلو، الماتش اللي فات بيصد لي ضربه جزاء امام الهلال السوداني حتى لو كان السبب في الجول بتاع اللقاء حلو، الماتش بتاع ريال مدريد اللي قبل اللي قبله كده صدد لي ضربه جزاء من لوكا مودريتش، طب عايزين ايه تاني؟ لما اخر 3 ضربات جزاء على الاهلي محمد الشناوي بيصد الثلاثه، ما اديله الكريدت بتاعه بقى، ما اقول له شابوه يا شناوي زي ما بنقطع فيه لما يجيد، لازم اقول له شابوه، ولا احنا فالحين بس نقطع في لعيبتنا لكن ما نديهمش الكريدت بتاعهم لما يجيدوا؟ محمد الشناوي النهارده سبب من اسباب فوزك للمباراه، لان النتيجه لو كانت 2-1 كانت اتصعبت تاني على النادي الاهلي، لكن الحمد لله بيحافظ لنا على النتيجه 2-0 عشان نسجل الجول الثالث كمان اللي جه عن طريق محمد مجدي قفشه ويروح يعتذر للجمهور. ماشي يا عم قفشه، كل مره تقعد لي 3 4 ماتشات نايم وتيجي تجيب لي جول تروح تعتذر للجماهير، يا عم احنا مش عايزين منك حاجه غير ان انت تتالق في الملعب. والله تالقت في الملعب في قلبنا وعلى دماغنا ونشكرك احنا مش انت اللي تشكرنا، لكن ادائك سيء طبيعي الجماهير هتهاجمك، لكن حاجه ايجابيه جدا من قفشه ان هو الجماهير مهما تهاجمه ما بيعملش دماغه بدماغ الجماهير، ما بيهاجمش هو الجماهير، لا بيروح ويعتذر برضه، عارف معنى جماهير النادي الاهلي، عارف قيمه جماهير النادي الاهلي، عارف ان هي بتنتقده عشان بتحب النادي ده، انت وحش الجماهير هتنتقدك. والله لو انت مين، لو افضل لاعب في النادي الاهلي، لو ابو تريكه رجع يلعب تاني وحش الجماهير هتنتقده، لكن انت كويس وبتفيد النادي الاهلي هتلاقينا بنطبل لك والله، لان جماهير النادي الاهلي ما يهمهاش حاجه غير ادائك في الملعب، عايزين نكسب على طول، عايزين ناخد كل البطولات، مش فارق لنا اي حاجه غير كده. فالحمد لله بنكسب 3-0 في الشوط الاول، بين الشوطين كده بننزل الشوط الثاني ما عملناش تغييرات سريعه، اول تغيير جه في الدقيقه 55 بعد اصابه كهربا، ان شاء الله سليم ما فيهوش حاجه، مسك بس رجليه كده، راح الراجل مخرجه ومنزل مكانه شادي حسين. بعد كده في الدقيقه 72 بنعمل 3 تغييرات دفعه واحده، خروج احمد عبد القادر نزول مكانه بيرسي تاو، خروج اليو ديانج نزول مكانه احمد قندوسي، وخروج عبد المنعم ونزول رامي ربيعه، بيريح 3 لعيبه اساسيين وش مع كولر، احمد عبد القادر دايما اساسي، ديانج دايما اساسي، عبد المنعم اساسي، ريح الثلاثه ونزل 3 مكانهم. شفنا قندوسي النهارده لتاني مباراه بنشوفه كده لعيب كويس في نص الملعب، لسه الحكم عليه سابق طبعا لاوانه. وفي اخر المباراه بعديها بخمس دقائق بيخرج حسين الشحات وينزل طاهر محمد طاهر، تنشيط برضه بيدي لعيبه كتير النهارده عشان نشوفه. شفنا شادي حسين في الدقيقه 94 بيحط واحده حلوه جدا في القائم، كان ممكن تكون الهدف الرابع بس حظه كان وحش، شوطه من بعيد. طب نشوف تسديدات بقى شادي الفتره الجايه، طالما رجليك تقيله عايز لما اشوفك اشوف تسديد كتير على الجول، حاجه طبعا مميزه جدا. وبتخلص المباراه 3-0 للنادي الاهلي، صد ضربه جزاء الشناوي، وتلات اهداف للنادي الاهلي لتلات لعيبه مختلفه، عبد القادر وقفشه ومحمود كهربا الفولت العالي، كلهم اسيستات لحسين الشحات، رباعي النادي الاهلي الامامي النهارده، 3 منهم سجلوا وواحد عمل 3 اسيستات
اسيستات ودي حاجه مميزه جدا. لازم النهارده كمان اقول ان محمود كهربا كل ما بيشارك يا بيسجل يا جماعه يا اما بيعمل اسيستات. يبقى شوفوا الملعب ليه في ماتشين كاس العالم اللي فاتوا وفي ماتش افريقيا ما شفتش محمود كهربا خالص؟ ليه بعد كده الفتره الاخيره؟ انا عارف انه مش جاهز 100% بدنيا، وعارف ان كهربا لو جاهز بدنيا هيبقى متوحش بالنسبه لافريقيا كلها مش لمصر بس، لكن اشوف كهربا لازم، لان انا المهاجمين عندي عندهم مشاكل ومش عارف استقر على مهاجم. طب كهربا كل ما بيلعب يا اما بيسجل يا اما بيعمل لي اسيستات، يبقى اشوفه بعد كده في الملعب على طول وهو مهاجم النادي الاهلي الاساسي لحد ما حد تاني يبقى متميز، ممكن ساعتها هما الاثنين يكونوا موجودين في المباراه. ده من وجهه نظري كده، قول لي رايك في الكومنتات من نجم المباراه الاول ومين اسوأ لاعب النهارده، وتقييمك لمارسيل كولر. شايف نجم المباراه طبعا لازم ياخدها حسين الشحات، افضل لاعب النهارده موجود في اللقاء، لكن خلينا نقيم اللعيبه كلها مع بعض كده. تقييم لعيبه النادي الاهلي، لما ابدا الاول هبدا بمحمد الشناوي النهارده. محمد الشناوي النهارده 9 من 10، واحد من نجوم المباراه، عمل مباراه محترمه وصد ضربه جزاء. تخش لي على خالد عبد الفتاح 5 من 10، مباراه متوسطه لخالد. ناحيه الشمال محمد اشرف نفس ال 5 من 10، مباراه متوسطه ليهم هما الاثنين، ما شفتهمش هجوميا بشكل كبير، دفاعيا ما تهاجمش علينا كتير. طيب الاثنين مساكين النهارده برضو 5 هما الاثنين، خط دفاعنا النهارده ما تهاجمش علينا كتير زي ما بقول، لكن هجوميا ما شفتش حد فيهم، ممكن بس تقلل محمد اشرف شويه 4 من 10 عشان عمل ضربه الجزاء. خش لي قدامه 2 على الدايره كده، اليو ديانج 4 من 10، مش احسن حاجه ديانج خالص ولازم يريح في الفتره الجايه. جنبيه مروان عطيه 8 من 10، واحد من نجوم المباراه. قدامه محمد مجدي قفشه 8 من 10 يا قفشه. على يمينه حسين الشحات 10 من 10، السوبر حسين الشحات النهارده افضل لاعب في المباراه ب3 اسيست. وعلى شماله احمد عبد القادر 7 من 10، وقدامه محمود كهربا 9 من 10. لعيبه النادي الاهلي النهارده كانوا كويسين جدا، شادي حسين نزل كمان النهارده 6 من 10، مستنيين الافضل يا شادي. افضل لاعب في اللقاء من وجهه نظري حسين الشحات، والاسوأ في المباراه هو محمد اشرف اللي غلط في ضربه الجزاء وعمل ضربه جزاء على الاهلي وما شفتوش هجوميا كتير، فرق كبير بينه جدا وبين علي معلول. ان شاء الله يا محمد يا اشرف الفتره الجايه اشوفك احسن من كده بكتير. ده تقييم اللعيبه من وجهه نظري، مستني تقييمكم انتوا في الكومنتات، رايكم مين الافضل ومين الاسوأ. وما تنساش تعمل اشتراك لقناتي على اليوتيوب وتفعل الجرس وفولو لصفحتي على الفيس عشان يجي لك كل جديد. وفي حلقه مهمه جدا النهارده بالليل هنرد فيها على صفحات نادي الزمالك ايطاليانو والمختلط اللي عمالين بيرقصوا كده بسبب مشكله النادي الاهلي مع الهلال السوداني، هنرد عليهم وهنديهم درس قاسي قوي النهارده بالليل. سلام.